الحظ بلحظتها انه الاستاذ بليغ حمدي الملحن الكبير الله يرحمه كان معدي في الكوريدور اللي برا الاستوديو في مبنى الاذاعه والتلفزيون فسمع صوت الكمان فدخل فتح التوك باك قال لي انت منين؟ فقلت له انا من سوريا في ايه؟ قال لي انا عايزك بكره في النادي المسي. ايوه يا استاذ قلت له انا جاي يعني كم يوم بيسافر قال لي بكره انا عايزك في النادي المسي الساعه كذا. فتاني يوم رحت النادي المسي اكتشفت انه الاستاذ بليغ عم يدعيني الى شيء ما بقى ينعمل بهذا الزمان اللي هو اكتشاف الناس وتقديمهم. فاكتشفني بده يقدمني لم بدي يقدمني للفرقه المسيه احمد فؤاد حسن والعازفين الكبار اللي معه. فكانت الست وردة السيده عم تعمل بروف تحضنه الايام. فقال لي اقعد انتظرت بعد ما انتهت البروف قال لي اعزف. فلما عزفت امام الفرقه المسيه قال لهم شو رايكم؟ فقالوا له ما في كلام. قال لي بكره في الاستوديو حتسجل معنا حضنه الايام. ثاني يوم رحت سجلت معهم حضنه الايام ثالث يوم ومسكني الاستاذ بليغ انه اقعد في مصر. فقعدت شوي بعد يومين ثلاثة الأستاذ أحمد فؤاد حسن بيعطيني أوردر أنه نحن في فندق هيلتون النيل الساعة كذا الفرقة الماسية فما سألت مين فرحنا هناك على المسرح طلعت على المسرح قعدت شوي شوي الأستاذ عبد الحليم طالع على المسرح كانت مفاجأة أكيد كانت مفاجأة لأنه أنا مش عامل بروفات هني عاملين بروفات فتفاجأت فكانت ذكرى كبيرة أنه عزفت معه بهذاك الوقت هذا وكان حفل خاص لعبد الحليم حافظ. استاذ انور انا اسفه عم بقاطعك بس الوقت بدا يداهمنا واحنا حابين نسمع منك اكثر فيا ريت لو تسمعنا شيء يمكن يخص ذكرياتك مع الفنان عبد الحليم حافظ. حاضر.